خدكم واطير بيكم على هاتريك تاني ولكن فني. هتكلم على ملحن، الملحن اللي هتكلم عليه هو الحقيقة مرتبط بينا جدا، كل ألحانه أغنياته، يعني لو أنا قعدت كده قلت لكم كم الأغنيات الحلوة اللي هو لحنها لينا هتحس الله ده احنا عمرنا تقسم معاه، بجد عمرنا تقسم معاه في سنين، ما بين عاطفي ما بين وطني ما بين حاجات كده فيها مفاجآت، ما بين أصوات كتير حلوة أخدنا ليها، وقد إيه قدر كمان يعني يفرق الصوت ده عن الصوت ده، لكن بيجتمعوا كلهم دايما على إنه ملحن قوي وألحان قوية وغنى حلو وحالة جميلة. هو كمان مش بس إن هو أخدنا ما بين المطربين المختلفين والألحان المختلفة، هو نفسه لوحده حالة غنائية ما بين الألحان والغناء، يعني هو عنده من الرشاقة الغنائية والألحان الحلوة، ويتحدى نفسه كمان، مش بس بيتحدى إنه ينوع في الألحان ما بينه وما بين المطربين اللي بيقدمهم ألحانه، لكن هو كمان يتحدى نفسه. الفترة الأخيرة قدم أغنية اسمها سيبوه، سيبوه دي أكيد وراها قصة، دي هيتم طرحها خلال ساعات. أنا بتكلم على مين؟ بتكلم على الملحن الكبير عمرو مصطفى والصوت الجميل عمرو مصطفى. مساء الخير يا عمرو. مساء الخير، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ ازيك انت، اخبارك ايه؟ والشقاوه الحمد اللي لله انت تمام. عامل شقاوه جامده جدا على السوشيال ميديا، جامده يعني انا كل شويه وتفتح الباب وتقفل الباب وتيك توك، يعني دايما تحب المفاجأة انت. هو اولا عايز امسي عليكم وعايز اقول ان انا بس الفتره اللي فاتت دي كان عندي تحدي رهيب في صناعه المزيكا، لان كنا بنمر يعني بحقبه مش عايز اقول مش حلوه، لان الموسيقى اذواق، في ناس بتحب النوع الموسيقى اللي كان موجود ده فما ينفعش ان انت تنفيهم يعني، بس هي ما كانتش بتمثل مصر يعني بشكل جيد، صحيح. فبالتالي قفلت على نفسي سنة أو سنتين أو ثلاثة كتير يعني يعني عشان أعرف. اكتئبت، يعني انت اكتئبت من الموسيقى اللي هي مش شبهنا زي لا ما بتقول. لا، ما اكتئبتش، ما درست يعني، حاولت إن أنا أوصل للذوق العام ليه ليه حصل حصل كده. كده؟ فاكتشفت طبعا إن لا، الناس عايزة ترقص، الناس عايزة تفرح، الناس عايزة تنبسط. وبالنسبة بقى لي أنا، الناس ما شافتنيش بطبيعتي، دايما كانوا بيشوفوني وأنا بتخانق، يطلع المذيع يتكلم صح عليا عن صح مشاكلك مع فلان ومشاكلك مع فلان، صحيح فمحدش شاف عمرو مصطفى الطبيعي، فكل الناس كانت بتشوفني وانا بتخانق وانا بتضايق، مع بتكلم عن مشكلتي مع الفلان الفلاني، وفي الاخر هم كانوا بيضربوني من تحت وانا اللي بطلع وحش قدام الناس، لان هم مش طبعا شايفين ان طبعا. الحقيقه. وكان بس انا كان في إهدار لطاقتك الفنية، لأنه كان دايما أنت اقدار كان رهيب عندك طاقة فنية حلوة يعني. طبعا طبعا، وهدرتها في السنين اللي فاتت دي كلها، بس الحمد لله وصلت لمرحله النضوج الفني، عرفت انا عايز ايه، هدفي ايه، نفسي اعمل ايه لبلدي قبل ما اكون هعمل لعمرو، لان في الاخر الموسيقى دي لما انا هطورها وهغير الشكل بتاعها كتير قوي هيمشي وراها، صحيح فتمام الحمد لله. صحيح. انت مشغول بايه؟ ايه اغنيه سيبوه؟ سيبوه يعني نسيب الحاجه الوحشه، الغنى الوحش بقى، ونروح للحاجات الحلوه، ولا نسيب يعني بالظبط، نسيب مين بالظبط يعني؟ هي ليها معاني كتيرة، قول سيبوه لي وانا يفكر مش هقول فيها. لحد يعني، ده بيني وبينك يعني. لا أنا عايز أوضح بقى إن أغنية سيبوه دي مش موجهة لأي حد تمام خالص. وأعتقد لو أنا عايز أوجهها لأي شخص أو أي حد كنت طلعت وقلت، سبت ناس تفكر زي ما هي بتفكر. لكن أنا طلعت كذبت الكلام ده كله عشان أنا عايز النجاح يكون لعمرو مصطفى، نجاح لعمرو فقط، مش لشخص تاني مجرد الأغنية إنه أنت اللي ارتبط اسمه. بتغنيها يا عمرو ومن ألحانك. اغنيه كل ما انا ما بغنيش من الحان، عمري ما غنيت من الحان اي حاجه. طب ما تيجي نسمع كده وبعدين نرجع نسألك سؤال، ليه ما تغنيش من ألحان حد طالما أنت بتغني؟ نسمع الأول، إيه رأيك؟ سيبوا يفكر في زمان، سيبوا يكون انا ندمان، يلا سيبوا يفكر في زمان، سيبوا يكون انا ندمان، سيبوا كمان مرة يقول، سيبوا يقول مرة كمان، طب نسيب مين؟ سيبوه يفضفض، مين اللي انت عارفه ايه هيفضفض؟ حضرتك عارفه ايه اللي مفرحني؟ ان قول. هي عامله 5 مليون فيو في خلال اسبوعين، اورجانيك اورجانيك يعني بدون، في الوطن العربي كله مش في اه مصر بس، ان بالظبط انا عملت
عملت حوارات في كل الإذاعات في الوطن العربي بالكامل الفترة ما اللي فاتت. خلينا نشرح الناس قصة الأورجانيك يا عمرو دي، وأنا بشكرك إنك قلتها، لأنه بقى في ناس بتشتري الفيوز، لكن أورجانيك بالظبط يعني معناها هي مشاهدات حقيقية بدون شراء ولا بالظبط بوست. بالظبط. طيب سيبول مين؟ بس أنا فالتجربة شايفة، أقول لك الصراحة، أول أنا شايفة إن في تحدي، يعني قعدتك وسيبوه وبتقرب والكاميرا، وانت بتعرف تشتغل مع الكاميرا كويس، فانت برضو عندك تحدي. التحدي ده التحدي حلو على فكرة، التحدي حالة حلوة يعني. اولا انا ابتديت وانا بلحن اول اغنيه لحنتها في حياتي كان عندي 18 سنه، تمام، فانا بقالي 25 سنه بلحن، بس انا سني صغير، صحيح. والتلحين الغنى كان هو حلم بيراودني من زمان. التحدي الاكبر ان انت اما ابتديت ان انت هتفكري تغني، الموسيقى كلها حالها اتقلب والموسيقى راحت في مكان تاني خالص. صحيح. فكان قدامي حل، كان قدامي حل من الاثنين، يا اما ارتقي بالناس وافكر ازاي ارتقي بيهم، يا اما افضل اهاجم الناس اللي عملت المزيكا دي. انا تمام. اخترت ان انا احلل وادرس وافكر وابتدي اعمل شغل. عشان كده ال 5 مليون اورجانيك، بس ده غير في 5 مليون، يعني هي مجموع التوتال بتاع اغنيه سيبو فوق ال 20 مليون مشاهده. 20 مليون مشاهده في اسبوعين، معنى كده ان التجربه بتاعتك الموسيقيه نجحت. مش هتكلم عن نجاح عمرو مصطفى، هتكلم عن التجربه الموسيقيه نفسها. ان انت قدرتي ان انت توصلي بالتجربه دي لنجاح. النجاح ده مش هيتعمل على سيبو بس، النجاح ده في اغنيه اسمها اللي انا واخده ترند في كل الوطن العربي. الاغنيه في اغنيه اسمها كذا اغنيه يعني واخده ترند، فده بيمثل ان انت التجربه بتاعتك في الموسيقيه نجحت فقط. طيب انت عارف التحدي اللي انت بتغنيه، اولا انا بحييك ان انت عارف، بحييك على ايه يا عمرو؟ بحييك على ان انت حسيت ان هي اللحظه محتاجه صمت، محتاجه انك تاخد طاقتك الحلوه وانت فنان وتدرس وتشوف، عشان كمان انت بيهمك قوي صناعه الموسيقى والغنى والالحان في مصر، وان مصر طبعا دي بلد عظيمه، احنا طبعا شعب بيغني طبعا طول الوقت، طبعا. العمال انا مش العمال بتوعنا بيغنوا، احنا كل احنا بنغني، كلنا بنغني. انا فلما عايز انت اقول لحضرتك ترجع تحترمنا وتدرس وتشوف، وبعدين ترجع تقدم اغنيه وتشوف يا ترى انت لما هتقدمها هيجي لك مشاهدات حقيقيه، معناها ان احنا كمان، انت كده طمنتنا ان احنا كمان جمهور صح. صح بالظبط. احنا جمهور ما مظبوط، يعني ده مينفعش انا حد يقول انتوا بيعجبكم اي حاجه يعني. لا انا هحكي على مفاجاه كبيره قوي. انا اول ما نزلت في اغنيتين نزلتهم عشان اقول لك ان قوه الايمان باللي انت مقدماه قد ايه. اللي بيكون مؤمن بحاجه وايمانه ما ضعفش فيها ربنا بيكرمه وبينصره. انا نزلت في اغنيتين نزلتهم من شهرين، ولقيت التعليقات عليهم وسبتهم اورجانيك، ما عملوش اكتر من 200 300 الف مشاهده، بس لقيت كل التعليقات بتقول ايه؟ ازاي الاغنيه دي مش ترند؟ هو ذوق، الذوق باظ، الدنيا اتدمرت. ايوه فاكتشفت ان انا ناقصني دعايه، صح. فلجأت للتيك توك، ففجأة الاغاني كلها ضربت. يبقى القصه ما كانتش قصه صحيح. ان الناس ذوقها باظ، لا، القصه قصه ان هي ما وصلتش للناس بالشكل الجيد. ان انت لانه خلاص بقى في زي ما بنقول بلاتفورم، او بقى في بالظبط يعني في شكل معين للسوشيال ميديا بالذات، انت كمان بالظبط بتوصل لسن مصر شابه اصلها يا عمرو، يعني كميه قوي. الشباب اللي موجوده في مصر صح كبيره جدا، ومصر صح الشابه دي لازم توصل لها في كل الاماكن يعني. وصلت لها بقى. فانت وصلت لها بقى. وعلى فكره الناس شافتني بطبيعتي، انا طبيعتي ان انا بهزر، حتى طبيعتي مش بالجد اللي انا طالع بيه دلوقتي على القناه الاولى، لا، انا اكتر من كده تهريج وهزار وكله. بس ان شاء الله نعمل لكم حلقه بقى جامده، يبقى براحتي شويه. طب اقول لك حاجه يا عمرو، يعني خليني كده ارجع لسيبو، لانه سيبو دي برضو بعيده عن عمرو مصطفى اللي كان بيقدم بقى رومانسيه وجمال وحاجات. سيبو فيها تحدي، انت بتخاطب مثلا جمهور الراب شويه، بتخاطب جمهور برضو اصغر بالجيل اللي لسه وجيل التيك توك اللي انت بتشوفه، انت بتخاطب مين؟ انا وراك لحد ما اعرف حكايه سيبو ايه. سيبوه، هي انا بخاطب عمرو مصطفى، انا بتحدى عمرو مصطفى، انا اتحديت نفسي. انا على فكره ما بتح ما من وانا لسه بلحن اغنيه كان دايما عندي عاده كده، كل ما الحن اغنيه اقول الاغنيه اللي قبلها وحشه، لا هعمل احلى، لا هعمل احسن. فدايما بتحدى نفسي، بس انا ما بوجهش سيبوه لحد. بس هي سيبوه ما كانتش تتأدى غير بالاداء ده، انت الاداء اللي هو حاسس ان ده ادائها.
ادائها. هو انا صحيح. مش هينفع اجي اقول مثلا سيبوه وانا بحب مثلا، لا سيبوه يفض سيبوه يعني خلاص انا ايوه انفعلت. هي الكلمه نفسها اصلها اه يعني بالظبط لازم يكون ده ادائها، ما فيش سيبوه ناعمه بالظبط يعني. اه يعني بالظبط لازم يعني يكون ما فيش فيها اكشن يعني. سيبوه اعمل لهم سيبوه كده مثلا مش هينفع يعني سيبوه بطريقه بالطريقه الاداء التمثيلي بتاعها اللي هو لازم يتقال كده. انا لحنتها بالاحساس ده لا وطبعا وحاطط مصطفى والبادي وطبعا لانجوج بتاعك، وحاطط رجل على رجل وتواجه الكاميرا، يعني لا في شغل كبير. طب وعايز اقول انا كمان، عايزه اعمل معاك اتفاق يا عم. بس انا عايز اقول حاجه، اتفضل. النجاح ده ما كانش ليا عمرو مصطفى لوحده، النجاح ده شارك فيه اسلام اللي وزع الاغنيه ومصطفى نصر اللي كتب الاغنيه. وعلى فكره مصطفى نصر ليه اغنيه مكسره الدنيا دلوقتي برضو اسمها لو كان في رجوع انساني، دي مكسره في الوطن العربي كله، وده من احسن الشباب اللي موجودين دلوقتي وناجح بقاله سنه او سنتين ثلاثه مكسر الدنيا. انا ترند على طول، مفيش اي اغنيه مش ترند عنده، ده انت شارك معايا في النجاح لازم اذكره طبعا. طبعا انت عارف يا عمرو، انا مبسوطه جدا ان انت كمان بتشارك معاك شباب لسه شباب كده طازج بيكتب ايوه طبعا وبيوزع ايوه وبتشرف طبعا، عليهم لان وبتدخلهم معاك في التجربه، ده شيء هو حلو جدا يعني. هم لغتهم، هم في اجيال كل 5 6 سنين اجيال، فده اللغه بتاعته لازم انا اخد لغته واقدر اترجمها ويبقى عندنا مصنع بيشتغل على طول. يعني انا مسمي المكتب بتاعي هو مصنع الموسيقى، لان أكيد الفتره الجايه ان شاء الله، الفتره الجايه ان شاء الله اللي هيغني الاغاني بتاعتي، لان في الاول وفي الاخر انا هكون ملحن ومطرب، صح. فاللي هيغني الاغنيه بقوه انا هنتجها له، انا هجيبه عندي الاستوديو وهقول له تعالى، وهطلع 10 اصوات من مصر آه طب وهروح جامعات مصر كلها دي حاجة، اشوف الاصوات اللي فيها. على طبعا فكرة دي حاجة حلوة قوي يعني، 10 أصوات من مصر، وإن إحنا نركز. أنا حاسة إن أنت كمان اللي هو بتحط رجل جديدة مع جيل جديد، بتاخد منهم طاقة تانية مختلفة يعني، يعني لان بتتحدى اكتشفت نفسك بيها. لان اكتشفت سر في الموسيقى، اقدر اتحكم بيه في اي نوع موسيقى واقدر اعمل اي نوع موسيقى بالشكل اللي يرقص اي حد. قدرت اوصل لبرمجة الموسيقى الحقيقية اللي اقدر اعمل بيها اغنية راقصة توصل للمستمع صحيح بطريقة صحيحة. طب أنا عايزة أسأل حاجة يا عمرو، يعني أنت بتكتشف الشباب دول إزاي؟ بتوصل لهم إزاي؟ بوصل لهم ان انا بكتب بوستات على الفيسبوك يا جماعه انا بدور على كذا وكذا، وبوصل لهم ان انا بسمع اغنيه حلوه مثلا في عن طريق اغنيه شفتها كويسه، فببعت للشاعر بقول له تعالى اتفضل. دايما بقول له ما تتعاملش معايا ان انا عمرو مصطفى اللي عمل 20 سنه اغاني، اتعامل معايا ان انا واحد صاحبك لسه اول مره اشوفه، عشان اقدر ان انا اوصله لمرحله التناغم معايا، وهو بيعيش معايا دايما في حياتي، فبيبقى عارف كل اسراري وكل حياتي أكيد. عشان يعرف يكتب اللي انا بحسه في اللحظه دي. بص تعالى نعمل اتفاق، يعني اتفاق قولي مع بعض يعني، علشان اقدر اسيبك انا كمان يعني. هنعمل اتفاق انه انت قلت لي حاجتين النهارده، قلت لي ان انت عندك مصنع دلوقتي، مكتبك بقى مصنع للموسيقى، وانا سعيده بالضبط جدا، نفسي ان يعني يتحول مصنع الموسيقى ده في كل مكان. مصر محتاجه الغنى، محتاجه انها تغني وتطلع وتحط كده تجارب حلوه، فالمصنع ده احنا عايزين ندخله بكاميراتنا ونسجل معاك ونشوف طبعا حالة الشباب الحلوة دي اللي انت طبعا، هتقدمهم ونبقى بس هتلاقي موجودين. حالة بهجة بقى رهيبة، مش هتلاقي عمرو مصطفى الوقور اللي احنا بيطلع يتخانق ده. موافقين، احنا موافقين. الحاجة التانية انا شرفوني. عايز اعمل معاك تجربة حقيقية على الاورجانيك اللي انت بتقول عليه. هنعمل ايه؟ يلا. انت هتشرفنا في التاسعة، احنا عندنا صفحة اوكي. محترمة جدا بتاعة التاسعة موجودة، الصفحة بتاعتنا ممكن حتى نبقى نحطها في البرنامج دلوقتي، وصفحة التاسعة كلها اورجانيك، يعني لو انت قعدت غنيت هنا معاك الجيتار معاك الحانك معاك حاجه، ده امتحان الاورجانيك الحقيقي. صفحه التاسعه التلفزيون المصري بس على القناه فكرة الاولى. كمان، على فكرة تقدري تتأكدي من الأورجانيك إن أي حد بيعمل حاجة مش أورجانيك بيتعمل سبونسر، بيبقى موجود إن هو دافع. اه ممكن تتأكدي من أي حاجة لعمرو مصطفى، لو مش هتلاقي كلمة سبونسر لا لا تعليق، انا لأن ده متاكده، انا مبسوطه من اللي بتقوله، بس انا عايزه اطبق الاورجانيك معاك، وعايزه كمان ان احنا ندخل معاك، استاذنك ندخل معاك تجربه الشباب اللي انت بتقول عليها، العشر شباب دول او اي شباب يعني. خلي صفحه التاسعه معاك، يبعتوا لنا ونبقى احنا كمان معاك يا ويبقوا ريت. موجودين يلا معانا على يلا، الصفحه، لان ومن دي محافظات مصر صفحه كلها. البرنامج ده اساسا يقدم في التلفزيون المصري، تلفزيون بلدنا، فبلدنا لازم تكون مع ولاد البلد دول، فبما انك بتعمل ده فهنعمل ده. انا مستنياك هنا وجاهزه، الشاي عندي جاهز اهو، يا هحضره فندم ده شويه يشرفني، قهوه يشرفني. ونقعد كده
نعمل غنى حقيقي راقي وصوتك طبعا يوصل للناس تاني. طبعا خلاص؟ طبعا يشرفني. طيب يعني انت دلوقتي بتقول خلاص هتنزل بسيبوه، ايه في حاجة تانية برضو بتحضرها؟ انا محضر اكتر من 30 اغنيه نازلين خلاص، كل شويه كل اسبوع هيبقى في اغنيه جديده. يعني انت هتدخل يعني للسنة الجديدة خلاص بشكل مختلف تماما. طبعا انا مخلص اكتر من 30 اغنيه موجودين عندي على فكره، والاغاني اللي نزلت كلها دي كانت ديموهات مش الاغاني خالصه. لكن يعني لسه ما اللي خلصتش. انتوا شغلتوا اللي المشاهد شافه دلوقتي ده ديمو، هو هيسمع الاغنيه بشكل تاني طبعا. وكواليتي تانيه مصوره، بطريقه تانيه انت خالص. مصوره عندك في الاستوديو صح؟ انا ما بصورش فيديو كليبات وما بطلعش اعمل بقى الشكل ده، انا بصور خلاص. طبيعي ريل خلاص. الزمن ده مش زمن التمثيل، زمن الحقيقه. حتى انا بطلع صحيح ما بغني الاغنيه، انا بغنيها بتعبيرات كلامها، فحتى صحيح ما بمثلش فيها. هي ما تتقالش غير ده، هي صحيح كده. انا لو سمعتها لحد هسمعها له كده، فبدل ما اسمعها لحد وانا قاعد معاه في المكتب، انا بسمعها للشعوب العربيه كلها بالشكل ده. لم يعني تكن الناس بدل ما بتشوفني لوحدي، لا هتشوفني على الهواء بشكلي بشكلك موجود الطبيعي وزي طبيعي، الفل. الطبيعي اللي بيرقص واللي بيضحك واللي حركته عفويه واللي بيحرك ايديه واللي بيتنطط. من حقي ان انا اعمل اللي لمسه هو زمن الوضوح، زمن بالظبط. الوضوح والصراحة يعني زي ما احنا. مش لازم اقعد بقى ارسم للناس واعمل بقى اعمل دوت واطلع شكلي جان، لا لا لا، هيشوفوني بطبيعتي زي ما انا هيشوفوني. يعني مش هنشوف لك بوستر كده ولا شوية حاجات مش اورجانيك في البوستر وكده؟ لا 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 لا، مفيش الكلام ده. بس في حاجات طبعا بتبقى انا عايز اشوف نفسي بالشكل دوت، بس مش الحاجات الريل اللي انا بنزلها على التيك توك. انت التيك عايز توك تكون ده اقرب للناس، عايز تكون قريب عايز ابقى للناس. طبعا يشوفوا عمرو الحقيقي. طيب خلاص العمر بيجري. انت بتشوف طبعا اكيد بتشوف طيب بعيد، انا فاهمه ايه الموسيقى اللي ما بتحبهاش من غير ما اسالك عليها، انا مش عايزه اتكلم عليها اصلا، لكن انا اسالك على بتشوف الراب ازاي؟ بشوف الراب هو نوع من الموسيقى في خطوة منتظمة ثابتة بتوصل للشباب ان هم بيرقصوا عليه بشكل عامل كده، فبيحركهم فبيخش عقلهم فبيسمعوا الكلمات بتخش عقلهم لانها حركة منتظمة، زيها زي الموسيقى المهرجانات اللي كانت بتتعمل برضه حركة منتظمة. بس كل الكلام ده مش عن دراسة، انا ابتديت ان انا اعمل الموسيقى الطبيعية مبرمجة بشكل جيد ان الناس تستوعبها زي ده زي ده. ما انا في الاخر طلعت قبل رمضان على فكره، الناس اللي شافت حلقه ليا في رمضان في احدى البرامج انا قلت فيها انا هغير الموسيقى، انا هغير، وقعدوا يضحكوا الناس، في ايوه بعض الناس قعدت تضحك. صح. لا قلت لهم هغيرها لكم، لان انا لما هغير بعلم وليس صدفه وليس تحدي وليس هبل، لا انا عارف انا هعمل ايه، انا عارف انا وصلت لايه في الموسيقى عشان اقدر اغيرها. هو سكرت على رأي الأجانب اللي كنت بشتغل معاهم بره، قالوا لي كلمني إن كلمني كمان عن الموزعين الأجانب اللي أنت بتشتغل معاهم. أقول لحضرتك على حاجة، أنا وصلت لحاجة في الموسيقى إن أنا أقدر أبقى عارف أنا عايز إيه، هجيبها لك بطريقة مبسطة عشان المشاهد يعرف. تمام. أنا بقيت عارف أنا عايز إيه، يعني أنا عارف أنا اللحن بتاعي محتاج إيه في الموسيقى. لا في الآخر ما بديش للموزع الموسيقي الأغنية وأقول له أعملها لي، لا. أنا كل حرف في الأغنية الناس بتسمعها هاند ميد. يعني انا اللي مألفه تأليف موسيقي ببقي، انت اللي شغال بألف عليه كله. عليه انا، كل اللي بحتاجه ان الموزع ده ينفذ اللي انا بقوله ببقي بس. بس طب ما بتسمحلوش بقى هو يديك فكرة من عنده؟ لا انا بعطي الاول، يعني بخلي الموزع الاول يقول رؤيته، وبعد ما يقول رؤيته ابتدي انا انظم له كل التراكات بتاعته على حسب الجملة اللحنية بتاعتي. ففي حسب ما الاخر انت بتطلع بالظبط، ففي الاخر بتطلع بعرف ارقص انا عليها واوصلها للناس صح. طب الحاله الحلوه اللي انت فيها دي عمرو بجد، يعني هتخليني اسالك سؤال عشان انا ما ببقاش عارفه فكره الملحن، بما ان انت الحانك كلها حلو، يعني معلش انا برضو هدافع عن الزمن اللي انت اتيت منه واحنا حبيناك منه، ده زمن جميل ورائع وقدمت لنا الحان كلها احلى من بعض ورقصنا وغنينا مع كل الالحان الحلوه اللي قدمتها لكل المطربين، كل المطربين كلهم كانوا حلوين. لكن انا عايزه اسالك عن يعني وانت في الحاله الجميله دي ما تفكرش ان انت كده كمطرب بقى ترجع ورا كده وتروح لملحن برضو شاطر ويشوفك هو بعينه زي ما انت بتشوف الناس بعينك؟ هقول لحضرتك على حاجه، هو ممكن ده يكون عيب فيا بعترف بيه، انا ما بحبش حد يلحن. بس ما انت ما هو راجل عيب، انا فنان. قلت على فكره، على فكره انا قلت عيب،
انا قلت ايوه مش دي ميزه، يعني دي مش حاجه حلوه ان انت تعمل كده، بس انا عايز تاريخي كله يبقى بتاع عمرو مصطفى، انا الملحن يعني، هو ما انا انت اللي هتغني، انا بتكلم في حالة الغنى بقى، في حالة لا انك انا انت بقى المطرب لا بقى. هقول لحضرتك على حاجه، انا لا اؤمن ان المطرب فنان. ده سؤال جامد قوي، استنى بقى كده هنرجع تاني. انا لا اؤمن بان المطرب فنان، ازاي بقى؟ بالظبط، طب انا ممكن الفنان انا هو من هو من وهبه الله الفن. ممكن انا اخد يعني، عشان مطرب مش موجود، انا اللي موجوده هنا، فانا هاخد مكان المطرب، اسمح لي اكون طب ما انا انا مطرب، المطرب. ما انا مطرب اهو، ما انا مطرب اهو، ايوه، ما بس انا انت مطرب. هنا الملحن، بتكلمني بصفتك لا ملحن. لا انا بتكلم هنا المطرب. ما هو عشان انت عندك حاجه زياده برضو حلوه لا يعني. لا انا بقيت المطرب دلوقتي، يعني بس حضرتك لو احنا جيتي بصيتي، لو بصيتي على محمد عبد الوهاب، هو مطرب وملحن، هو فنان. مطرب وملحن فنان، بس في مطرب فنان، في مطربه فنانه. يا فندم اوكي، انا بقول لحضرتك من ناحيتي انا، ان انا لا اؤمن ان المطرب هو انت مؤدي. كعمر، انت كعمر لا ده حاجه خاصه بيك انت. ولكن دي مش قاعده الناس تاخدها مني، انا بتكلم عن عمرو مصطفى فقط، لكن طب هي مش امتى قاعده. ممكن، امتى عمرو مصطفى يعتبر المطرب فنان، المطرب فقط المطرب اللي بيلحن فنان، واللي ما بيلحنش؟ ما اعتقدش. يعني عبد الحليم ما كانش بيلحن. ما اعرفش، ما اقدرش احكم على عبد الحليم، لان عبد الحليم حاله خاصه، وكان بيعزف على وكان احساسه مختلف وكان ليه احساس، بس اعتقد ان في ناس كتيره ساعدته، وجيش كبير ساعده، هو يعني كان بيعترف بالجيش ده، كان ايوه، بيعترف بيه، كان بس بيكبره، كان بي في حاله فنيه. مدحت صالح لكن اقول لحضرتك على حاجه، احنا يعني، لو انا قلنا بحاول النهارده اجيب اصوات يعني. لا يعني انا اسمح لي يا عمرو، انا هحط الاجابه دي بين قوسين، هي خاصه بيك انت، هي حاله خاصه بالظبط. بيك انت، لكن يعني خليها انا ليا انا. في وجودي هنا بشوف انه كتير قوي من مطربينا اسماء كبيره فنانين من الدرجه الاولى، يا الحس، فندم الأداء، يا فندم، الصوت. الاحس والاداء، انا بعتبر بقول لحضرتك على في فرق بين فنان شامل وما بين مؤدي. في فرق بين ان انا اكون بمتلك ادواتي اللي اقدر احارب بيها، مش محتاج لحد، عندي اكتفاء ذاتي، أيوة، بس وفي مش فرق. كل المطربين يبقوا ملحنين. ما هو مش مش كلهم، مش على مشكلة، فكرة ومش أنت وعلى دارس فكرة وفنان لا وشاطر أنا مش دارس، لا أنا مش دارس، أنا في كلية حقوق جامعة القاهرة لغاية دلوقتي ما اتخرجتش. أنا مش دي هنبقى نناقشها لما تبقى تجيلنا. بس أنا مش دارس موسيقى، أنا مش دارس موسيقى، أنا لحنت على فكرة، أنا لحنت للأتراك، لحنت للأسبان، لحنت للهنود، لحنت لأرمينيا، لحنت الفرنسويين، لحنت ناس كتيرة جدا في العالم. هيزعلوا يعني، هيزعلوا لان هم بيبذلوا المجهود الكبير ده يعني كتير انا مش من. عايز ازعل حد، انا بتكلم عن عمرو انت على فكره، بتتكلم انا عن مش عمرو بالظبط، انا انا مش انا فاهمه. ما بتكلمش انا ما بتكلمش على انا بتكلم عن وجهه نظري في عمرو. عمرو ليه مش هتاخد لحن من حد؟ عمرو بيرد بيقول عشان انا من وجهه نظري بعتبر ان اللي بيأدي اللحن ده مش فنان متكامل. انا احب ان انا اكون انا اللي بعمل اغانيه، انا اللي بلحنها، انا اللي بتدخل في التوزيع بتاعها، لسبب ان انا في الاخر يوم ما البروجكت ده هينجح، النجاح ده هيتنسب لي، طبعا فما يتنسب لي النجاح ده اكون انا قاضي يعني استحق. لكن في الاخر اما اجيب ملحن يلحن لي، واجيب شاعر جامد يعمل لي اغنيه، بعد كده في الاخر ما اذكرش اساميهم مثلا، او ما اقولش اساميهم واطلع اقول اساميهم واطلع اقول الناس دي عملت، يعني حضرتك لما كلمتيني دلوقتي قلت لك مصطفى نصر، ليه قلت مصطفى نصر؟ لانه شريك نجاح، طبعا. لانه هو الحاجه الوحيده اللي انا مش عاملها. بص يا عمرو، انت واضح ان انت عندك حاجات كده، عارف اللي هي الكلمة العربية في جعبتك، فالجعبة عندك مليانة حاجات من المشوار في مبادئ، في كانت مبادئ، وفي مضايقاك مش بتضايقك. وفي مش وفي مشوار 25 سنة، طبعا 25 طبعا. سنة بلحن العالم كله، ما لحنتش في مصر بس، وكل وبص أنا لحنت الراشد الماجد، أنا أكتر شخص في الدنيا يحبك، عملت ملايين طبعا وعملت له لو كان بخاطري أنا، طبعا، لحنت حسين الجسمي بشرة خير كفايه رقم بشرة خير واحد في علينا دي، حياتي، بس كانت قد ايه جميله. لحنت الناس كتيرة جدا وأسماء كبيرة جدا. طب الاسماء اللي انت قلتها دي اللي هم مطربين صوت ذهب، فنانين وحساسين، ما نقدرش طبعا ننكر ان هم مطربين فنانين. ما انا قلت لحضرتك بقى ان انا القصه كلها في عمرو مصطفى، مش ده قاعده عامه للناس،
انا بتكلم عن عندي، حضرتك خلاص مش هاخد لحن من حد عشان انا اعتبر اتفقنا. اللي يعني بياخد لحن انا مش شغال. دلوقتي هرجع الكلمة بانه عمرو مصطفى لن يغني الا من ألحانه فقط بالظبط لا غير. طيب بالظبط. ايه اللي انت عايز تقوله لي قبل ما الزوم يخلص كده؟ قول لي حاجة حلوة، قول لي غني لي حاجة اقول بقى، لك بما ان انت واضح وصريح وعفوي، فعايزين شوية عفوية كده في الزوم. نغني نقول ايه؟ لمستك نسيت الحياة وانت اللي ولا اغني لك بالجيتار؟ اجيب لك الجيتار يا استنى. ريت يا ريت، يلا لا جيتار، لا اجيب لك جيتار يعني اغني احنا بالجيتار. برضو نعمل معاك شوية عفوية حقيقية كده بدون ترتيب. ايوه طبعا الترتيب ده يا فندم الناس ما بتصدقوش دلوقتي، الجيل الجاي الجديد كله ما بيصدقش اي حد بيمثل عليه. ايوه الناس خلاص، لانه الحقيقة بقت هي اهم الجيل حاجة. الجديد ده فظيع. طيب ماشي، غني لنا. اللي شايفه حلم او خيال. نغني اغنيه لمصر؟ يا ريت، هو في احلى من مصر نغني له؟ بس انا عايز بس اشوف بس الكوردات بس بتاعتها. عايزين نلحق ناخدك في الزوم. طبعا مش هعرف اظبطها دلوقتي. غني اللي انت عايزه، احنا فاضل لنا يعني وقت قليل قوي نسمع بس حاجة منك حلوة، يعني لحد ما ننفذ وعودنا ندخل مصنع الموسيقى وانت تنورنا هنا نختبر الأورجانيك سوا. هنسيبه يقول ويفكر في زمان ويقول انه ندمان، هو بقى يسمع وهو يقول، واحنا نسيبه يقول اللي هو عايزه. الفنان والمطرب والملحن عمرو مصطفى، انا سعيده بهذه الحاله الشبابيه اللي فيها كلها انتعاش، وفي انتظار ان احنا نطبق كل اللي قلته وتنورنا ونعمل حاله حلوه. انا بتفق معاك، والايام دي الناس بجد محتاجه تسمع محتاجة موسيقى تفرح، ومحتاجه محتاجة تسمع تنبسط. بالظبط، وبلدنا خلاص حلوه ومحتاجين كده طبعا نعيش فيها تجاربنا الحلوه. بشكرك جدا يا عمرو، أشكرك واتمنى لك دايما التوفيق، ودايما تفضل تحياتي كده ليك. المشاكسه اللي جواك كلها هي اصلا مشاكسه، تطلع فن. يعني الات وحاله موسيقيه حلوه. المطرب والملحن عمرو مصطفى، شكرا اشكرك جدا على هذا اللقاء من عبر الزوم، ولقاء الحقيقه هي دي، هو ده عمرو مصطفى. يعني احنا طول الوقت عارفين هو عنده من الطاقة، يعني عنده دايما طاقة، عنده دايما حالة، عنده دايما مشروع. يعني عمرو مصطفى يحب انك تتحداه وانه يبقى في مشروع وانه يتحط في مشروع. عمل اوبريتات كتير، عمل اغاني وطنية كتير، عمل الحان كتير، تعاون مع مطربين الحقيقة يعني مختلفين، يعني ناس كتير مختلفة، أصوات كتير حلوة. رأيه دايما هو مسؤول عنه، هو دايما عنده آراءه الخاصة بيه، لكن خلينا نتفق بأنه لو احنا بنقول رأينا في تسعة، لا، الحالة الفنية حالة متكاملة. يعني ما ينفعش أقول أنه المطرب مش فنان أو المطربة مش فنانة، أبدا. كل الأصوات الحلوة دي حالة، سيدة أم كلثوم، عبد الحليم، مهما قعدت أقول بقى أسماء، وحتى من الجيل الجديد أسماء كتيرة، هي حالة فنية متكاملة. لكن كل الاحترام لعمرو مصطفى ومشواره، هو مسؤول عن مشواره.